سؤال كنا كنطرحوه. لا كنا كنطرحوه في الحراك في الحسيبه واللي طرحوه قبل منا محمد عبد الكريم الصافي. هل انتم حكومه ام عصابه؟ هل انتم حكومه ام عصابه؟ عصابه حكومه ام عصابه؟ كنتمنى ما كنهضرش معك بصفتي شخصيه ولا انا ما كيهمش الاسم الكاذب. منير اليعقوبي، منير اليعقوبي. لا لا ما جيناش جينا نتحاور يا اخي. راه كنسق في وزير، هذا وزير الجامع الوطني ماشي غير ديالي ولا ديالك. راه كنسق شي على السؤال، جبت السؤال من الحراك، جبت ديال الشباب ديال الحراك جبتو لهنايا باش نطرحو على سيد وزير، وهو غادي يجاوبني، هو غادي يجاوبني. حنا هما نفسهم هما اللي تهمونا بالانفصال. هما احزاب الاغلبيه اللي ساجدين ما عندوش الوجه اللي يجي يتحاور معنا. اليوم جا المناظرة، اسمح لي غادي يجاوبني غير على هذا السؤال. واش انتم حكومة ولا عصابة؟ واش حكومة ولا عصابة؟ هذا الشيء اللي بغينا نسمعوا. إذا احنا انفصاليين، واش انتم اللي قلتوها؟ واش انتم اللي قلتوها؟ انفصاليين. كل قناة، كل قناة.